أفديه طم طم أنا أفديه لك نام بقى مو جايني نوم أنا أفديه مزبوط عم أقولها لا حول ولا قوة إلا بالله على هالليلة كل ما من بيت هون تسمعها طول الليل من أم نورة وإنت مبسوط لأنه الصوت بيبقى جاي من بعيد مو بيدني بعد وانشد لك ياها بعد قد ما فيك يا الله أفدي مسموع من عندك كأنك بيدني ليش الليلة ما عم بيغنوها نحنا تأخرنا لو وصلنا بيكونوا بيتوا أوف ليك مين جاي أبصر وين كاين العصاص الليالي خوار أهلا ست نورة إمتى جيت من شي ساعة جينا ولقيت قضيتكم مطفية وما في صوت سهر قلوا يومين ما حدا عم يجي لعنا أمي مريضة وصار لي يومين ما عم تاكل وقبل شوي عبقت وما عاد قدرت تتنفس بدها تكون أفديه واقفة بجوزة حلقة طيب يعني ما جبتوا لها دكتور؟ بالضيعة كلها ما في دكتور راحت بلكي حدا بيساعدنا كله هرم معناتها ما في غير اني انزل على المدينة اجيب لكم دكتور واجي وكيف بدك تروح؟ بالضيعة ما في حدا عنده سيارة؟ ما في غير غازي شلاش بس إذا عرف إنه قلنا بيبطل يروح معك بدي أروح غصبا عنه غوار؟ نعم معك مصاري؟ الحقيقة ما معي شنو اللي كانوا معي اشتريت فيهم بضاعة اليوم أنا معي 20 ليرة غلة القهوة خدن معك خليهم معي شنو بركي لزمك شي بغيابي وبدك تروح هيك بدون ما يكون معك شي؟ لا تخافي علي أنا بدبر حالي دعي لي بس غوار إن شاء الله ما بتشوف ضيم ولا أنت بس ديري لي بالك على شازام ولا يهمك هلأ بنايمه بالصالون شكرا بات جنب القهوة الصالون ما حبيته 100 ليرة مساء الخير مختار مساء الخير وليش 100 ليرة مشان انزل على المدينة جيب له دكتور احسبها يعني احسبها حسني اصلا ما بتجوز الحسني على هيك ناس واذا حدا بيضرب الضيعة اني انا ساعدتهم بتصير جرصة طيب اخي لا تحسبها مساعدة احسبها دين انا برجع لك ياهو ليش انا بنك حتى دين هاد وان يعني ظرف طارئ والمرأة قامت موتها تنباع بالعزاء بالناقص واحدة من هدنك أعوذ بالله من الممشى تبعها وتبع بنتها أنا لما نكون بسافر برجع الضيعة من المطل الغربي مشان ما مر قدام المخور تبعهن وانشمس أخ إيوة تنشمس بس شايف لونك برونزاج قدمو شامستك شمستون شو مجنون أنت حتى تخترع هيك أكاذيب تكشفوها حقائق وين مدى؟ شو بدك فيها؟ بدي أسألها إذا عجبها الإشار اللي اشتريته من عندي تبع أفدي يا عم عبدو يا عم عبدو تعال إلك تعال إلك وطي صوتك مزيك هي 50 ليرة لا 100 100 ولسه بدك تروح معي لعند رئيس البلدية بخافي عصلج معي يا بعلي صوتي ويا ادفع عنه لا كل واحد بيدفع عن حاله مسيك هاي 50 تانية معوضين وعليك شو بتحب سجلون دين ولا حسني حسني لأنه ترجعته فيها جرصة جديدة وبعدين الحسني ما بتضيع عند رب العالمين وهي تصطفل منها لربها على كلين الناس بتقر كتير أنا شخصيا ما شفت عليها شي مزبوط ولا حتقدر تشوف لكان منين جاي هالدعاية إنه صوفيتهن حمراء بده يكون من اللي بيلفوا عليهم ليلية شريف لك يا أم عبدو أنا رايح مع غوار لعند رئيس البلدية مشان يمضي له على الورقة شو ورقة
يعطيك العافية. شي خمس ترغفي الله يرضى عليك. تسلم. تسلموا. مصطفى؟ أيوة. شو ترينا بك تبيع البيت تترك الحارة؟ مين قال لا؟ أم مصطفى حكت لجارتنا، وجارتنا حكت للعيلة، والعيلة حكت لي. بتعرف حارتنا ضيقة. حكي نسوان. وأنا هيك قلت. بعدين قلت لها للعيلة أبو مصطفى ما بيفكر يترك الحارة، وإذا بده يبيع ما بيبيع غير عن طريقنا. السلام عليكم. اقعد اشرب لك كاس الشاي. نشربها غير وقت. مع السلامة. وين الأخ اللي جابني؟ عم يستنى تحت. تفضل. لا تعجبوا حالكم، باي انت خالصة، كل مخلوق له عمر، بقى لشو الدكاترة؟ انت لا ياخدوا منك غير يا تشاؤم يا نكد. طمنا دكتور. الحقيقة قلبها ضعيف كتير، بحيث ما بيقدر يضخ دم كافي لتشغيل أجهزة الجسم. طيب هي شو حلتها يعني؟ رح أكتب لك على حبوب وشراب بتعطيها منه صبح ومساء. نعم. يعني بتصح؟ مو مسألة بالصح قد مو مسألة بيساعدوها، بعدين الباقي على رب العالمين. يعني ما في دواء يشفيها؟ بحالتها ما عاد ينفع الدواء، فهمت إنه كانت تعبي حالها بالسهر والتدخين والشرب، بعدين لك أختي العمر له حد. شي فهيم هالدكتور، نفس رأيي. قديش بتأمر دكتور؟ ارتاحي. عادة بالعيادة بناخد 25، بس باعتبار المشوار بعيد وبرا العيادة 50 بكفي. تكرم، تفضل. تفضل دكتور. يسلموا. أنا حوصل الدكتور وجيب الدواء وإجي. حتلاقي صيدليات فاتحة؟ في صيدليات بتناوب. غوات. بعرف شو بدك تقولي نورا. الله سبحانه وتعالى ما بيرضى على الإنسان إذا قادر يساعد حدا وما ساعده. الولد اللي عندي بيسرق البدل، وين حاطط البن؟ ما عم بعرف. لك اخي ما بدها قهوة. لك يا اخي ما بصير، يا ما بصير اقل منها يعني فنجان قهوة. على كل هلا بيجي الولد بيعمل لك فنجان قهوة مرتب على كيفك. شكرا. المهم امتى اجي لعندك؟ اخي انت لا تجي لعندي، انا بجي لعندك وباخذك لعند الزبون بتوقع وبتقبض. بس مو بكره تقلولي نزل ما نزل، اقل من 200 ليره بالمتر قرش واحد ما برضى. اخي 200 ليره وحبت مسك لي. هي ما اختلفنا عليها. ليش شنو عندكم؟ اخي ما عنا. لك خارج شو بدي اسالك؟ لك اخي بعرف بدك تسالني عندك اوضه للاجر، لذلك قلت لك ما عنا. الله معك اخي، الله معك. بدنا نبطلها هي اخي شغله الاوضه. اقعد تباع حالك بين صاحب الملك واللي بده يستاجر الاوضه. وشو مشان ليره؟ لك فيها هريان صباط بنص ليره. اختص بالبيع والشراء احسن لك. مو هيك لك اخي، مو هيك. شو صاحب الملك ضايق المستاجر، تعا يا تحسين حلها. المستاجر ضايق صاحب الملك، تعا يا تحسين لاقي له دوباره. شو اخي فتحتولنا الحنفيه على سيارها، جأجأتولنا الديار، فايتين طالعين. خلصنا يا اخي، بيع شراء عقد.
خود هاد ناولني 2.5%. أرباح وخفص إليه. بس وينا؟ بكرة مو تدرى الناس إنك بعت، بكرة بيهجموا عليها، ليش بديت فلان ما بديتنا؟ بس آجلا ولا عاجلا بدهم يدروا. أخي مو هون المشكلة. المشكلة ما يدرى خالي، لأنه مثل ما أسلفت لك خالي كتير طميع، بده ياكل البيضة وتأشيرتها. شو؟ قال بده ياخذ 5%. حرام. لك مو حرام يا أخي، 5% حرام. عم تحكي عدل. بس المشكلة إنه خالي شو بدك تحكي؟ هم خالي وهم أبو مرتي، شو بدي يحكي الواحد؟ يا سيدي تصطفلوا مو كل بعضكم، أنا المهم أحصل على حقي وبس. طيب، وإذا حدا سألك عن طريق مين بعت؟ أنت بعت عن طريق دلال من برات الحارة ها؟ اتكلنا على الله. واستعينوا على قضاء أموركم بالكتمان. اشرب لك فنجان قهوة. الولد طول، وأنا خليني روح طالع براءة ذمة. لك قال لك اخي ليش نبطل هاي شغله الاوراق؟ صرنا ساعه بعتينه مشان اوضه مع زبون لهلا ما رجع. خاطرك اخي. الله معك، مع السلامه.